بزوغ الشمس في أرمينيا، ونحن متوجهون إلى تبليسي مع عائلة قدمت من الإمارات العربية في زيارة إلى أرمينيا وتبليس. هذه هي الطبيعة في أرمينيا. أفضل الدنيا فيه؟ أيوة، خضار وجبال وشروق الشمس، ورحلة إلى تبليسي. منطقة إيجيبان، طلعنا من طريق من محافظة إيجيبان، شوفوا النهر على طريق جورجيا، على طريق جورجيا. هنا المنطقة قريبة على الحدود الأذربيجانية أيضا، على خلفات الجبال، على حدود أذربيجان هنا. نعم نعم، أذربيجان من هنا ورا، خلف هذه الجبال أذربيجان، خلف الجبال أذربيجان، وهذا خلف الجبال الأمامنا عندك جورجيا. احنا سلم توجيهنا الحين. اوكي، الربيع دي يبين، ها تحسون بالربيع مو الاشجار شلون مزهره. انت رايح جورجيا؟ احنا سبق وان اعلنا لاصدقائنا ومتابعينا، قلنا اللي يحب يستقبل الربيع في ارمينيا خليه يتصل بأراراك للسياحه. رقمنا دائما موجود مع كل تقاريرنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. جورجيا، الحدود الجورجية بين أرمينيا وجورجيا، اللي يحب نرافقهم يتصل بأرارات للسياحة. أرارات للسياحة، من طالعين من أرمينيا صباح وصلنا على الحدود رايحين على جورجيا. صراحة يعني شيء ممتاز، وريال يعني حلو وطيب ويعني خدوم كل شيء، يعني وايد زين وايد زين صراحة. رايحين على جورجيا إن شاء الله. رحم الله والديك إن شاء الله، طريق السلامة أبو أميرة. منين جيتوا؟ من عمان، من الامارات جايين احنا، من راس الخيمة. يا ميت، اهلا وسهلا. نحن الان في الاراضي الجورجية، عبرنا الحدود الارمينية، وان شاء الله نقدر نصور بعض اللقطات حتى نعرضها لكم من جورجيا. احنا الان نحن الان في جورجيا، في احد القرى الحدودية. نشوف هنا هذا القماش الاحمر والابيض، اذا هذه تقاليدهم في جورجيا ان يضعوا هذا الرمز على الباب، يقصدون بان هذا الدار فيها بنت جاهزه للزواج، يعني بنت. هذا هنا ايضا شوفوا هذا الباب الاخر، اي هذا الباب صح اكو هنا، يعني اكو بنت بالغه اذا اكو حد خطاب يريد يخطبها. ايوه يلا، فاصدقائنا اللي يتابعونا اللي ما متزوج يريد يتزوج من جورجيا، هذا علامات لهم. انتم مع أرارات للسياحة من جورجيا. لكن عن جد يعني اريد اقول لكم بانه الرجاء عدم اساءة الظن، هذه تقاليد ومن الواجب احترام تقاليد الشعوب، يعني خاف احد يشوف شباب زار جورجيا ويسيء الظن، يجي يطرق الباب ويريد يدخل. فرجاء اخوي هذا نترجاها، مجرد احنا نقلنا لكم بعض المعلومات اللي نعرفها. نفس بيوت ارمينيا بالضبط، تتشابه. نعم الطبيعة، شوف هسه احنا هذه الطريق المؤدي الى تبليسي، نحن في الاراضي الجورجية، شاهد الطبيعة امتداد للاراضي الارمينية، الطبيعة متشابه جدا. هذا معلم، يعني اخاف تقولون انتم بارمينيا، هذا العلم الجورجي. هذه القرى احنا ابتعدنا تقريبا 30 40 كيلومتر عن الحدود. في جورجيا وامام
نصب جورجيا الأم، مثل ما موجود في أرمينيا نصب مثل المرأة الأرمينية أرمينيا الأم، هنا في جورجيا موجود نصب جورجيا الأم. هذا النصب اللي تمثل المرأة الجورجية. شوفوا الطبيعة الخضار، لكن الفرق نصب أرمينيا الأم في داخل العاصمة، هنا خارج العاصمة. جولة عربات السياحة إلى جورجيا الخاصة بهذا اليوم، جولة يوم واحد فقط. بدأت جولتنا من يريفان باتجاه الشمال مرورا ببحيرة سيوان وديليجان وهاغارتين وإيجيفان، وعبرنا الحدود إلى جورجيا. تستمر الرحلة الجولة في جورجيا، ومن ثم العودة إلى يريفان في نفس اليوم. هذه جولة سريعة للذين يرغبون أن ندرج لهم في برامجهم الذي نهيئ لهم خلال زيارتهم إلى أرمينيا. نحن الآن على مشارف تبليسي عاصمة جورجيا. هاي عاصمة جورجيا تبليسي، عاصمة تبليسي. طبعاً خط سريع راح يكون. هذا نهر كور في جورجيا يستمر بالجريان ويلتقي بنهر أراكس الذي يجري في أرمينيا. نحن الآن في وسط تبليسي، هذه شوارع تبليسي نتجول بها بالسيارة. هذه التلفريكات في تبليسي، هذه بداخل المدينة. هذه هي التلفريكات اللي موجودة في تبليسي. الآن في وسط تبليسي راح نتوجه إلى محطة التلفريك، راح نصعد التلفريك ونحاول إن شاء الله من فوق نصور لكم المشهد. راح نعبر من هذا الطرف إلى المنطقة العليا، تابعونا. Oh, that's a chair.
وعدناكم ان نركب التلفريك ونصور لكم المشهد من فوق، لكن للاسف الشديد راح اصور لكم المشهد السرى مال التلفريك. يعني لازم كان ننتظر لحوالي 45 دقيقه على الاقل حتى يوصلنا السرى. بما انه وقتنا ضيق، احنا طلعنا يوم واحد جوله وان دي سيتي تور ان تبليسي، فما لحق. يعني جوله يوم واحد، جوله مدينه في مدينه تبليسي. هذا المشهد نشوفه هناك السرى، هذا نقربها شويه، هذاك السرى. فان شاء الله بالايام القادمه نحاول نجي هنا ونصور المشهد مره اخرى. احنا هذه المنطقه القريبه من منطقه ابلافار في تبليسي. هذا نهر كور، مجرى نهر كور نشوفه، هذا اللي يجري في جورجيا ويلتقي مع نهر أراكس في أرمينيا. وهنا نشاهد هذه القبة الخضراء، هنا مدفون الشاعر والمطرب الأرمني صياد نوفا، حيث كان مطرب البلاط الملكي في جورجيا، مطرب أرمني شهير لحد الآن بعد مرور 300 سنة تقريبا، أغاني ما زالت تتردد في الأوساط الفنية وبكثرة. وهذا تمثال بارتان غورغاسالي، هو من وجد مدينة تبليزي. تبليزي يقصد به المنطقة الحارة، كانوا يأتون هنا للصيد، فعلى أساس أنه المنطقة الدافئة أو المنطقة الحارة، على أساس سموها بمنطقة تبليزي منذ القرن الخامس. البناء أمامنا اللي عليه العلم الجورجي، بناية مجلس الشعب. تجولنا في تبليسي ونحن الآن في شوارع أبلافار متوجهين وده نبحث عن مطعم هندي. ضيوفنا أخوان عائلة من الإمارات العربية بالأصل عمانيين، يفضلون تناول وجبة الغداء في مطعم هندي. شكرا. نلقى لك إياه اليوم إن شاء الله، ما تقصر. موجود في تبليسي مطعم هندي، لكن راح نبحث عنها. أربعة فيه. السائح يقول لنا أربعة، نلقى لكم يا شباب. توكل على الله. في الجوجل. يلا. ها؟ هنا يرقد شاعر ومطرب الأرمن الكبير صياد نوفا في تبليسي.
المطرب صياد نوبة كان مطرب البلاط الملكي في جورجيا، ولد عام 1713 وتوفى في عام 1795. هذه أبيات من إحدى أغانيه. كنيسة القديس كيبوك، حيث دفن هنا شاعر ومطرب الشباب الأرمن صياد نوبات.